الرؤية السامية الحكيمة لواقع الحال في عمان عبر مراحل النمو والتنمية هي النبراس الذي ينير طريق البناء في السلطنة على امتداد رقعتها الجغرافية وتباين ما قد يؤثر على حياة المواطن من ظروف وأحوال. والتشاور والأخذ بالرأي يعتبر أحد أهم المناهج العمانية في بناء الدولة الحديثة، وذلك امتدادا لأصول تاريخية ضاربة في عمق التاريخ. بصدور المرسوم السلطاني السامي رقم 19/79 بإنشاء مجلس الزراعة والأسماك والصناعة، بدأت المرحلة الأولى للتجربة الشوروية في عمان. وكان المجلس يضم مجموعة مكونة من 12 عضوا معينين، وهم من الكفاءات والرأي الحسن. ومع تنوع أشكال التشاور والأخذ بفكرة المشورة في النقاش والحوار، جاء إنشاء المجلس الاستشاري للدولة في بداية العقد الثاني لعمر النهضة المباركة، وذلك في عام 1981، في تجسيد واضح للشراكة في البناء بين القطاعين الأهلي والحكومي. إننا إذ نعهد إلى مجلسكم بمهمة إبداء الرأي والمشورة في السياسة العامة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فإننا نريد بذلك أن يكون المجلس إطاراً لجهد مشترك بين القطاعين الحكومي والأهلي. وانطلاقاً من احتياجات المرحلة آنذاك، وإيماناً من جلالته حفظه الله ورعاه بأهمية دور المواطن في البناء والتنمية، انتقلت عمان لمرحلة أخرى في مسيرة الشورى، وذلك بإعلان جلالته عن إنشاء مجلس للشورى. وتقديراً منا لهذا النجاح الذي أحرزته التجربة العمانية في مجال الشورى، وتحقيقاً لوعدنا بالعمل على تطويرها بما يوفر مزيداً من الفرص أمام المواطنين لمشاركة أوسع في تحمل المسؤولية والإسهام في بناء الوطن، فإننا قد قررنا إنشاء مجلس للشورى. تمثل فيه جميع ولايات السلطنة، دون أن يكون للحكومة أعضاء في هذا المجلس. تشكل مجلس الشورى في دورته الأولى من أعضاء تم ترشيحهم من ولاياتهم ليمثلوها بالمجلس دون وجود انتخابات، ويمثل كل ولاية عضوا واحدا بالمجلس. وتحقيقاً لكل الآمال التي تجيش بها نفوس أبناء هذا البلد، هذا البلد القادر على صنع التاريخ، نعم إنها حقبة جديدة تبدأ فيها تجربة جديدة تتمثل في قيام مجلس للشورى. أعضاؤه لم يتم تعيينهم مباشرة بقرار حكومي، وإنما جاء اختيارهم من بين أولئك الذين رشحتهم ولاياتهم، ودون تدخل من أي جهة إدارية. مسيرة الشورى تواصلت مواكبة لاحتياجات البلاد وتطورها،
ففي الفترة الثانية للمجلس تم الأخذ بمبدأ الترشح والانتخاب، كما فتح المجال للمرأة للترشح والانتخاب، وتم الأخذ بمعيار عدد سكان الولاية في تحديد عدد ممثليها بالمجلس. وفي عام 97 تجسدت مشاركة الحكومة مع المواطن في إنشاء مجلس الدولة الذي يشكل مع مجلس الشورى مجلس عمان. إن إنشاء مجلس الدولة ليقوم بواجبه جنبا إلى جنب مع مجلس الشورى في تحقيق الأهداف الوطنية يعتبر خطوة متقدمة على صعيد التعاون بين الحكومة والمواطنين من أجل مزيد من الازدهار والرخاء والتقدم والنماء، فتعدد الآراء والأفكار التي تخدم الصالح العام وتثري مسيرة التطور والبناء هو من أهم العوامل التي تعين على وضوح الرؤية. تواصل التطور والتطوير في مسيرة الشورى العمانية، وتوسعت الصلاحيات الرقابية والتشريعية في تمرحل مدروس متناسق مع تطور ونمو المجتمع العماني. كانت صلاحيات مجلس الشورى استشارية غير ملزمة، غير أنه حصل على صلاحيات تشريعية ورقابية بموجب مرسومين سلطانيين ساميين، يحمل المرسوم الأول الرقم 39 على 2011 بشأن صلاحيات مجلس الشورى، والمرسوم رقم 99 على 2011 بتعديل النظام الأساسي للدولة. ولقد أثبت العمانيون خلال الحقبة المنصرمة أنهم يتمتعون بمستوى جيد من الوعي والثقافة والإدراك والفهم في تعاملهم في مختلف الآراء والحوارات والنقاشات التي تنشد مصلحة هذا البلد ومصلحة أبنائه الأوفياء، وإننا لعلى يقين من أن هذا الوعي سيزداد وأن هذه الثقافة سوف تنمو وتترسخ من خلال الدور الذي تقومون به أنتم أعضاء مجلس عمان. هي رؤية حكيمة تسير على نهجها الشورى العمانية تحقيقا لرؤية جلالته في بناء البلاد التي جعل من الإنسان العماني هدفا للتنمية وغاية لها.